السلام عليكم. اليوم نروحوا للملعب تيزي وزو على ضوء الصور هذه الجديدة اللي تظهر الملعب يعني بمواصفات عالمية، خاصة أرضية الميدان شيء رهيب. لكن حبيت نوضح واحد النقطة، أنه بعض الأبواق راهي تروج لبعض المغالطات حول إمكانية إبعاد ملعب تيزي وزو وملعب 5 جويلية من الملف تاع الترشيح تاع الكان تاع 2025. انا نقول لهم يعني الملعب هذا ما كاش يعني سبب باش تبعد ملعب بهذه يعني النوعيه، وكذلك ملعب 5 جويلية يعني ممكن تغطيته في ظرف يعني سنه او بضعه اشهر اذا كان اعطيناه الشركه يعني بمواصفات عالمية ممكن تغطيه في ظرف قصير من الزمن. إذن كل هذه الإشاعات أنا نطلب من المسؤولين على مستوى وزارة الرياضة أن يا خويا يوضحوا النقطة هذه نتاع الملعب تيزي وزو ملعب 5 جويلية، يا خويا يوضحوا النقطة هذه وينحيوا الشكوك هذه وينحيوا باش ما تبقاش الاشاعات هذه، لانها تضر بال يعني بالشعب الجزائري وتضر باللحمه الوطنيه، لانها مشاعات مغرضه وال يعني الجوانب اللي راهي يعني اللي راهي تجي منها معروفه، يعني منين هذه تجي هذه الاشاعات. لابد على الوزاره ان تقطع الشك باليقين وتصرح يعني توضح النقطة هذه. في انتظار ذلك نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.